السلام عليكم. هذا الدرس راح ناخذ تمارين 3-2 الخاصة بالمعدلات الزمنية، وعندنا التمرين الأول سلم يستند طرفه الأسفل على أرض أفقية وطرفه الأعلى على حائط رأسي، فإذا انزلق الطرف الأسفل مبتعدا عن الحائط معدل 2 متر بالثانية، جد معدل انزلاق الطرف العلوي عندما يكون قياس الزاوية بين السلم والأرض يساوي باي على 3. إذن أول شيء نرسم مخطط للمسألة، وهنا نقول عندنا سلم طرفه العلوي يبتعد عن الأرض نقول مسافة واي، طرفه السفلي يبتعد عن الحائط مسافة اكس، طول السلم راح أفرضه أرض. يقول فإذا انزلق الطرف الأسفل مبتعدا عن الحائط معدل 2 متر بالثانية، من الطرف الأسفل أنا فرضت اكس، إذن منطيني دي اكس على دي تي يساوي 2 متر بالثانية. شنو مطلوب مني؟ جد معدل انزلاق الطرف العلوي عندما يكون قياس الزاوية بين السلم والأرض تساوي باي على 3. معدل انزلاق الطرف العلوي، طرف عندي واي، إذن مطلوب مني دي واي على دي تي، هذا هو المطلوب. عندما تكون الزاوية بين السلم والأرض تساوي باي على 3، عند تكون الثيتا باي على 3. إذن حددت الشكل السلم، فرضت طول السلم أنه أل، المسافة بين الطرف العلوي للسلم والأرض فرضتها واي، المسافة بين الطرف الأسفل والحائط فرضتها أكس، دي أكس على دي تي معدل انزلاق الطرف الأسفل منطيني إياه بالسؤال 2 متر بالثانية، المطلوب مني هو دي واي على دي تي عندما تكون الزاوية بين السلم والأرض تساوي باي على 3. واضح من الشكل مثلث قائم الزاوية، وتنطبق عليه نظرية فيثاغورس مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. إذن عندي أكس تربيع زائد واي تربيع يساوي ال تربيع. هاي العلاقة الرئيسية اشتقها بالنسبة للزمن تي، 2 اكس مشتقة الاكس تربيع، ومشتقة الاكس بالنسبة للزمن دي اكس على دي تي، زائد 2 واي مشتقة الواي تربيع، والواي بالنسبة للزمن هو دي واي على دي تي يساوي الار تربيع، هو طول السلم مربع طول السلم، وهنا ثابت مشتقة الصفر. تلاحظ انه المعادلة تقبل القسمة على 2، فاقسمها على 2 حتى ابسطها. هنا ايش راح يصير عندي؟ الاكس دي اكس على دي تي زائد واي دي واي على دي تي يساوي صفر. دي اكس على دي تي منطيني اياها بالسؤال معدل انزلاق الطرف السفلي 2 متر بالثانية، وراح اعوض عنه اكس في 2 زائد الواي دي واي على دي تي يساوي صفر. تلاحظ عندي هنا متغير الاكس ومتغير الواي، دي واي على دي تي هي مطلوبة مني، اذا احاول اجد علاقة ثانية بين الاكس والواي حتى اقلل عدد المتغيرات. اذا هاي راح اعتبرها معادلة رقم 1، وابحث عن معادلة ثانية بين الاكس والواي، علاقة بين الاكس والواي حتى اجد احدهما بدلالة الاخر. هنا منطينا هو الثيتا، الزاوية بين السلم والارض باي على 3، هاي الزاوية باي على 3. زين، اذا اخذت تان الزاوية يساوي المقابل على المجاور، اذا لقيت علاقة بين الواي والاكس انه تان الزاوية الباي على 3 يساوي المقابل على المجاور. الباي على 3 هي زاوية 60، ونعرف التان مالها اللي يساوي جذر 3. واحد يقول يصير اخذ الساين، ما نقدر ناخذ الساين، ليش؟ لان الساين علاقة بين المقابل والوتر، الكوساين ما يفيدني، علاقة بين المجاور والوتر، اذا اخذ التان حتى القى علاقة بين المقابل والمجاور. هنا تان الزاوية اللي هي باي على 3 يساوي المقابل اللي هو واي على المجاور اللي هو اكس.
تان باي على 3 اللي هو جذر 3 يساوي المقابل واي المجاور اكس، هنا مقامه واحد، حاصل ضرب الوسطين يساوي الطرفين. إذن الواي في واحد واي، جذر 3 في اكس هو جذر 3 اكس، معادلة رقم 2. هسه نعوض 2 في 1، يعني هنا راح اكتب هاي المعادلة بدل الواي راح اعوض عنه بجذر 3 اكس، وهنا يكون قللت عدد المتغيرات، بدل ما متغيرين راح يكون متغير واحد اكس. 2 اكس، 2 في اكس زائد بدل الواي راح اعوض عنه بجذر 3 اكس، وعندي دي واي على دي تي اللي هي مطلوبة مني يساوي صفر. هنا تلاحظ عندي عامل مشترك اللي هو اكس، اذن اسحب عامل مشترك اكس داخل القوس، يبقى عندي 2 زائد جذر 3 دي واي على دي تي يساوي صفر. اما اكس يساوي صفر وهذا يهمل، لانه المسافه تكون بين الطرف السفلي والحائط صفر وهذا غير ممكن، اذن يهمل. اذن عندي 2 زائد جذر 3 دي واي على دي تي هي اللي يساوي صفر، وهنا 2 راح تحول للجهه الثانيه تصير سالبه، اذن جذر 3 دي واي على دي تي راح يساوي سالب 2. حتى اجد دي واي على دي تي اقسم الطرفين على جذر 3، اذن هنا بالقسمه تقسيم جذر 3 اذن دي واي على دي تي يساوي سالب 2 على جذر 3 متر في الثانية، هو معدل انزلاق الطرف العلوي. ننتقل الى السؤال الثاني. التمرين الثاني، عمود طوله 7.2 متر، في نهايته مصباح، يتحرك رجل طوله 1.8 متر مبتعدا عن العمود وبسرعة 30 متر في الدقيقة، جد معدل تغير طول ظل الرجل. أكيد هنا نحتاج مخطط حتى نفهم المسألة، وهنا نقول عندنا العمود 7 طوله 7.2 متر، في نهايته مصباح، هنا المصباح، يتحرك رجل مبتعدا عن العمود بسرعة 30 متر في الدقيقة، نقول هاي المسافة اللي يتحركها الرجل مبتعدا عن العمود ونفرضها اكس، والرجل راح يكون هنا. أكيد من يكون هنا مصباح راح يكون هنا ظل للرجل، هذا هو ظل الرجل، راح أفرضه واي. تلاحظ هنا عندي مثلث قائم الزاوية ارتفاعه 7.2 متر، وعندي هنا مثلث داخله قائم الزاوية ارتفاعه 1.8 اللي هو طول الرجل، المثلثان متشابهان. إذا من تشابه المثلثان راح نقول ارتفاع المثلث الكبير على ارتفاع المثلث الصغير يساوي قاعدة المثلث الكبير على قاعدة المثلث الصغير. إذا هنا نال جواب من تشابه المثلثات، إذا ارتفاع المثلث الكبير على ارتفاع المثلث الصغير يساوي قاعدة المثلث الكبير على قاعدة المثلث الصغير. ارتفاع المثلث الكبير
اللي يمثل طول العمود، وارتفاع المثلث الصغير اللي هو يمثل طول الرجل. إذن 7 و2 بالعشرة على 1 و8 بالعشرة يساوي قاعدة المثلث الكبير اللي هي تمثل الأكس زائد الواي، قاعدة المثلث الصغير اللي تمثل الواي، وهنا راح أقول أكس زائد واي اللي هو قاعدة المثلث الكبير على واي قاعدة المثلث الصغير. 7 و2 بالعشرة تقبل القسمة على 1 و8 بالعشرة، المراتب متساوية، كأنما أقول 72 تقسيم 18 بها 4 يساوي الأكس زائد واي على واي، هاي الأربعة مقامها 1، حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين 4 واي يساوي اكس زائد واي في 1، هنا تنزل اكس زائد واي، هذا الواي بالطرف الايمن، راح حوله للطرف الايسر اشارته سالبه ينطرح من 4، تبقى 3 واي يساوي اكس. هاي العلاقه اشتقها بالنسبه للزمن تي، 3 تنزل مشتقه الواي بالنسبه للزمن دي واي على دي تي يساوي مشتقة الاكس بالنسبة للزمن دي اكس على دي تي. احنا مطلوب منا دي واي على دي تي، معدل تغير ظل الرجل. اذن هو المطلوب دي واي على دي تي، هذا هو المطلوب. دي اكس على دي تي هي سرعة ابتعاد الرجل عن العمود، ومنطيني اياها دي اكس على دي تي، منطيني اياها 30 متر في الدقيقة. أعوض هنا 3 تنزل دي واي على دي تي مطلوبة مني، دي اكس على دي تي اللي هي 30، قسمة الطرفين على 3 حتى أتخلص من هاي 3 تقسيم 3. هنا راح يكون عندنا ال دي واي على دي تي يساوي 30 على 3 10 متر في الدقيقة، معدل تغير طول ظل الرجل. ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث، لتكن M نقطة متحركة على منحني قطع المكافئ الواي يساوي اكس تربيع، جد إحداثي النقطة M بحيث يكون المعدل الزمني لابتعادها عن النقطة 0 و3/2 يساوي 1/3 المعدل الزمني لتغير الإحداثي الصادي للنقطة M. إذن هنا عندنا قطع مكافئ على محور الصادات بالاتجاه الموجب، وراح نرسم هنا نقول هذا هو القطع المكافئ على محور الصادات بالاتجاه الموجب. هنا نقطة M متحركة على منحني قطع المكافئ، هاي النقطة M وراح أفرضها X وY، ابتعادها عن النقطة اللي هي الثانية اللي هي 0 و3/2 يساوي، هذا راح نفرضه S ابتعادها يساوي 1/3 المعدل الزمني لتغير الإحداثي الصادي. إذن هنا عندنا معلومة دي اس على دي تي، اذا فرضنا ان المسافة بين النقطة M والنقطة 0 و2/3 المسافة بيناتهم اس، فتغير المسافة بيناتهم دي اس على دي تي يساوي 1/3 المعدل الزمني لتغير الاحداث الصادي، الاحداث الصادي اللي هو واي، يعني راح نقول 2/3 1/3 2/3 دي واي على دي تي. هسه آخذ المسافة بين النقطة M والنقطة 0 و3/2 وأشتقها بالنسبة للزمن T. هنا عندنا قانون المسافة S يساوي الجذر التربيعي الـ x2 سالب x1 تربيع زائد y2 سالب y1 تربيع. الـ S يساوي، هنا راح أقول X
سالب صفر تربيع زائد واي سالب 3 على 2 تربيع. إذن هنا x سالب صفر زائد y سالب 3 على 2 تربيع يساوي هنا عندي x تربيع تبقى هذا فتحة مربع كامل مربع الحد الأول y تربيع الإشارة سالبة الأول بالثاني في 2 راح يصير 6 y على 2 زائد مربع الحد الأخير اللي راح يصير عندي 9 على 4. هسه هنا عندي x تربيع وعندي علاقة منطينيها بالسؤال، إذا نعوض علاقة نقول نعوض العلاقة اللي هي y يساوي x تربيع منطينيها بالسؤال وانحني القطع المكافئ معادلته. إذا هذا x تربيع راح أرفعه وأعوض عنه by s يساوي الجذر التربيعي. هنا الواي تنزل بدل الاكس تربيع زائد واي تربيع سالب 6 على 2 3 واي زائد 9 على 4. هنا عندي سالب 3 واي وهنا عندي موجب واي يبقى عندي سالب 2 واي اذا يساوي الجذر التربيعي واي تربيع تنزل سالب 2 واي 3 سالب 1 سالب 3 موجب 1 سالب 2 زائد 9 على 4. هذه العلاقة أشتقها بالنسبة للزمن تي، قبل لا أشتقها أحولها إلى دالة أسية من جذر إلى أس، يعني واي تربيع سالب 2 واي زائد 9 على 4 أكتبها أس 1 على 2 وأشتقها حسب القاعدة السابعة. إذن دي أس على دي تي بالنسبة للزمن تي يساوي 1 على 2 الدالة مالتي تنزل واي تربيع سالب 2 واي زائد 9 على 4 سالب 1 على 2 بعد ما نقصنا 1 من 1 على 2 يبقى سالب 1 على 2 في مشتقة داخل القوس. داخل القوس عندي واي تربيع مشتقة 2 واي ومشتقة الواي بالنسبة للزمن دي واي على دي تي سالب 2 هاي تنزل ومشتقة الواي بالنسبة للزمن دي واي على دي تي والتسعة على 4 هي ثابت ومشتقتها صفر. هسه بعد ما اشتقيتها هنا عندي هذا سالب الأس راح أنزل المقام ويتحول إلى الأس من 1 على 2 سالب إلى 1 على 2 موجب. إذن دي أس على دي تي يساوي هنا واي تربيع سالب 2 واي زائد 9 على 4 اس 1 على 2 هنا 2 تنزل اللي عندنا هنا وهنا واي تربيع سالب 2 واي زائد 9 على 4 اس 1 على 2 حولت من أس سالب إلى أس موجب نزلتها بالمقام. أما هذا راح يكون عندي ينضرب بالبسط والبسط هنا عندي 1 وراح ينضرب بي يبقى عندي هنا 2 واي وهنا سالب 2 دي واي على دي تي من الطرفين راح أعطي لها عامل مشترك سالب 2 دي واي على دي تي. احنا عندنا علاقة تقول دي اس على دي تي معدل تغير المسافة يساوي ثلثي المعدل الزمني لتغير الاحداث الصادي. اذا دي اس على دي تي يساوي 2 على 3 دي واي على دي تي. اذا هنا دي اس على دي تي راح اعوض عنها ب 2 على 3 دي واي على دي تي. هنا 2 على 3 دي واي على دي تي يساوي هنا عندي عامل مشترك 2 خارج قوس يبقى y سالب 1 وهنا دي y على دي تي. هنا عندي 2 وهذا ارجعه جذر y تربيع سالب 2y زائد 9 على 4.
لاحظ هنا عندي دي واي على دي تي وهنا دي واي على دي تي، إذن ممكن أحذفها من الطرفين. بقى عندي هنا 2 على 3 تنزل يساوي، هنا عندي 2 ويا 2 أختصرها شو يبقى؟ بقى واي سالب 1 وهنا الجذر التربيعي الواي تربيع سالب 2 واي زائد 9 على 4. حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين، وهنا 3 راح تنضرب بالواي 3 واي 3 في 1 3 يساوي 2 تنضرب بالجذر وينزل 2 جذر واي تربيع سالب 2 واي زائد 9 على 4. هسه أقول تربيع الطرفين حتى أتخلص من الجذر. تربيع الطرفين، تربيع الطرفين، تربيع الطرف الأول اللي هو على جهة اليسار مربع كامل مربع الحد الأول 9 واي تربيع الأول بالثاني في 2 3 في 3 9 في 2 18 واي زائد مربع الحد الثاني 9 يساوي الطرف الأيمن من 4 تربيع 2 اللي هي 4 وتربيع الجذر نرفع منها علامة الجذر ونخلي أقواس واي تربيع سالب 2 واي زائد 9 على 4. هسه هذا نمسحه بعد ما نحتاجه. هنا الأربعة راح تدخل القوس، إذن 9 واي تربيع سالب 18 واي موجب 9 يساوي الأربعة في واي تربيع هي 4 واي تربيع وأربعة في 2 8 واي والأربعة تنضرب بالتسعة على أربعة تختصر الأربعة وهي الأربعة ويبقى عندي بس التسعة. هنا اختصارات التسعة وهي التسعة من الطرفين تبقى عندي هنا تسعة واي تربيع وراح أجيب يمها أربعة واي تربيع تصير بالسالبة، إذن تسعة واي تربيع سالب أربعة واي تربيع عندي سالب 18 واي وأجيب يمها 8 يصير موجب 8 واي يساوي صفر، صفرتها في المعادلة وهنا عندنا 9 سالب 4 يبقى عندي 5 واي تربيع سالب 18 وموجب 8 سالب 10 واي يساوي صفر. المعادلة تقبل القسمة على 5، إذا نقسمها على 5 تقسيم 5 راح يكون عندي واي تربيع سالب 2 واي يساوي صفر. أطلع عامل مشترك واي راح تكون عندي واي سالب 2 تساوي صفر. هسا أقول أما واي يساوي صفر، أما واي يساوي صفر وهذا يهمل يهمل لأنه إذا كان واي يساوي صفر ما راح يكون عندي تغير بالنسبة للإحداثي الصادي للنقطة أم، إذن الواي راح تساوي 2. إذا الواي يساوي 2 أنا عندي علاقة معادلة القطع المكافئ الواي يساوي أكس تربيع، إذن نعوض العلاقة الواي يساوي أكس تربيع بدل الواي راح أخلي 2، إذن الأكس تربيع يساوي 2 وهذا ينطيني الأكس يساوي موجب سالب جذر 2. إذن نقطتين بالنسبة لإحداثي النقطة M راح تكون عندي النقطة M في كل الأحوال الواي يساوي 2 أما الأكس هو موجب وسالب جذر 2، إذن موجب سالب جذر 2 بالنسبة للأكس والواي اللي هو 2. هنا نكتفي بهذا التمرين وإن شاء الله بالدرس القادم نأخذ باقي التمارين.